الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلا يمكن يخبر توتة ورد توتتي في من سلامتي في سينا ورمولا بقر ربين قيار راخنا الحمد لله رب العالمين

ا باتی تنخې ستې سیم باتی خلل مفعالاته باتی تنخې ستې ګټې نمنې ګویا خورنه خنې ستې ګاری او ګاله دلګې غلطه حکمرکتا یادچی څه خنانه ا اماس نمنې ګټې جلکومت ونی نی یادچی سو نمنې ا ودیا غلوتاونه منی ګټې گا وریږي او خې ګټې کلمہ شریعان هیبه غوتخانه ګټې خپلوتا او حساب می جوړیته گلګله خنه را خاصي امان ترملیک ګټې ریفس افیق امفیر رایس اکرفس ټول افراح مورې اکی سک افراح مورې قامسرا وا تکله اکه افونه مالف خونی ماس نه ما نما أبا قرطة يعني وريجا كلودة دي مسن ديره ثو ولا لها ثو سن رجيرا ملي غندا غوطور رالو كوجة توميتش مناف قل كلا خنا راقافني غيام برو قرطة غيا ذو الحجة خرنا ذو الحجة را غيا دوراتي خنافو كام في را قرطة قارفين سافي كين سافي خنا سكفوني وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إرجع ربي خنجة

وريكو قلو سان گرتي گا وديا سن گدو خا خقلو فلوتاتے فليم سي خا هي ان شعري رفين ساتي في ودفاري قينسا في سا اکبا تاكليف ران فوني اکبا تاكليف ران مورئ سر حالابوي ارگاما ربي اکنا جا وفي روايه فلا يمس من شعره وبشره شيئا ذي صبر خيسد اي اکر كاني کا بن ريفنس ساتي ويكنج چونو کنچرے ريفنس سارائز

ساني ملايوها انتلتاتي ساني دور كما تقالو ديمتو اكا خنا اي كنا دلانس وقالو نسني قيا فيتنا فيت ما فيتي بيو قلتي واني قرتي المودي راقو دو در رخاتني من جرت خنا جرقا بدورات خبجاباتين تنق بدورا اي ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

إيه دلجة مان قارين نمن دلجة ربي جالته مونتاني من هذه الأيام العشري وجالي جاله كورنا خنا راجي إرجع ماربي خنا جاي جو يمسكلي به جو جام كورنا فارا إيده جو كان خيست قارين دلجة جنان ننسى ذكر الجنة كراتي كورانة كرات جنان لا إله إلا الله سبحان اللح. الله الله أكبر

قيان دبة منان هالكنيس جل مسينا هاتهمو قيان لي خيسنا من وانا كنا دلب هالكن قيان دبة منان هالكنيس جل سينا إيه أكشيا قول السلام جو رحمه الله تعالى قيان خنا خي هالكني في قيان إيه هالكني في قيان أقوم هالكن قاري دليد قيان لاس قرت أقوم قيان قاري دليد هالكني سو قيان دليد قيان خورنا يوخي قيان سيلان كنا خيستي ለለለለለለል ገነው መቅቱለትመለት እንስዮ ህትለው እንስሎዊ አንድ የለለለችው ለለትማት ምለለት ማነችት መለለች መለለት አንደለለት ማለትሮ መለነ� أسرت إرقام ربي نقافة قالوا يا رسول الله ولا في سبيل الله هاتاتو خي خلا ربي خي ستك أبساو اللين جهة ربي والقروا لاف توهي داف جهة قاتا كافرة أبسيتين إيه؟ ديمي كافرة اللولي كافرة قتي كغرتيغا وربي قد يقبرا مهندا إيه مشركتو تاللولا يوجد تلي خقباتو تاتي

دلگا گویا خونه خن خیس دلگا نی رسان قفاتو چالات کی چه الإسلام قال الألامة من عثيمين رحمه الله تعالى حديثة خنا رتي قال الإسلام الشيخ من عثيمين أكيد وهذا الحديث حديث نخني قال القمان ربي دلقانا كقرتيقا قويا خرنخنا خيسة قال ربي تجالت تتكلين ومن جرت جؤسون

دلقا قاريه الدميس قبقوا يا قرنخ نخيسا ديرو دلقا آکم فدلقني على مال الصالح مجي دلقا جمد جامد ما مالسني تأكم فانا فكيد أفجنا فمنها أن نكثر من التسبيح والتهليل والتكبير فنقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد

أسرع يقلم تقلق له خنا راتك بير ثاني زي خناف أسكاي سوون إنهم نهدم ما الله أكبر الله أكبر الله أكبر مجي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونهدم كنما أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل جنبنا عليه الصلاة والسلام الآن وان أني يجوز خن نبيون أن دبرز جو لا إله إلا الله قالوا ما يدوم ايه خنا الله أكبر ولله الحمد خنا ونه الدميسن كان ملافتو فكاتو خنا خنا الدميسو قمنا كيسة تنوتي خنا مليه ونكثر من الصدقة خنا ربي خيسة الأورتو خنتو جتون صدقة خنتو كان الدميسن خن كرشين تكا ديناري تكو درهم نتوكو دولاري توكو خانا كيسا خاني توفي كا قويا برا خيسا صدقات توالد تلوفو خوني قال النساء وانا كم قداتي وانا كم قرى ربي جالة مرة لأنه من الأعمال الصالحة دلقا قاري راهي صدقانا تخنط اس كيسا صدقة خنت ايه. او دونو ما جرو يادا تشيسا نوتي ايه. መስጋሎታቸዝዳ እነንኝደ እነባው እነው እነብኩ እነባያ የሚድበ እነባው እነባያዳዎባ እነዎባ እነባው እነዝውው እነውኑነባው እነውኑባውው እነባው � hanga namni galaa bubbaa wallaalee hidhatti namni kumni meeqa hidha guuramee dhalaan gudeedamtee hoon lubbun saa namni dhibbi meeqa lubbun saa baatee akkuma itti jiraatu ilmi namaa wallaale. Kanaafis jabaannee rabbi keenya haa ummata Uummata keenya san biyya keenya saniif rabbi haa kadhannu maal jechuudhaan rabbi zaalima kana rabbi nurraa haa Rabbi biyya keenya irratti abbaan haa nama tokko illee miidhuun barbaadu nuti. Wanni namaan nu gahee jirtu biyya teenya irratti. ilmaan Oromoodhaa kan ganna akkatti ilmi namaa jiraatu wallaale kanaaf namoo manuma keessanitti sujuuta yeroo achi deemtan yeroo addeemtan namayyuu obbo yeruma dandeessanitti rabbi keessan uummata keenya saniifaa kadhannu kanatti isaa rabbi numa بدان بافد اينو مخوتان امني غرت ربي ساتون امنين خربي ساتون بين قائل ما نما كانت تغنك الموت قوهد الموت آفي حاله الدباس من هيدا خيستي إنا لله وإنا إليه راجعون الموت قطي من منبوب تخنم من حالة حال براهد جولي دوراتي تقوهد خديرا غرتقا جولي غرتقا شباب

kana rabbi kenya jabanne haa kadhannu gubbara rabbi nu ho'aansu yaa rabbi suma qabaa ammatti ammatti oolchitee nurraan bulchiniiti gabrummaa tan amma nurraa kaasii ummata keenya kakkatti hidhatti kan gartee gaahiyyoota kan nama waa beeku kaan ajjeesanii kaan. Mana dachii jalaatti hidhanii waan biraa godhaa jiran kana kan badiin takka hin jirre.

لأنها أفضل الأعمال البدنية للشيخ ابن رحمه الله تعالى صلاة نيز دلقا غاري قرتين من آمان دلق خنو كان هند هاي دمي اي مال الفضل اني وخجد تتاتي اي صلاة سنة هندو قرتين من كنا. نكثر من قراءة القرآن ونهدوميسو هاي دمي قبل ماري او جنة قراءة القرآن اكيس جبان ني قراءة هاي

كوني وهم صدق أجامو وهم غاري جامو شفا وهم دلقا جامو إيه إنما قرتي قاس السلام الله أنا خي قد درتي درت السلام متى إيه هذه ايه من الأعمال السالية تنشوتي دلقا غاري راهي خلا هاي الدمية وهم دلقا غاري جامو تفاو ونصوم أيام العشري أماس كوجا خرنا خنا وخي كنا نتي إيه سومنو دين لأن الصيام من الأعمال السالحة صوم ننس دلقا قاري الرأي أي خويلو فيجا أس كيسة سوما نويلو فيجا إيه؟ وحتى لو لم يرد فيه حديث بخصوصه حديث نقرته قويا خنا جلال رخاص على سومن ناجو قويا خنا جلال رخاص على سومن ناجو سنو اللين فوباتو إيه فهو داخل في الأموم ولي جلسا كيسة سينا

من جتشون كوني حد من على أيام جتشون ما من أيام جتشون كون وربيكم سكبوا براتي وواحد هدو قبطو نكرة في سياق النفي تعمو جان وان قرتي بلي لقبو توكو وانو مقو ياجع متوكو ماسيس اي توكو اللي انجلو الاعمال السالحة جتشون واني دلقا جام قال تخونيز خناف أشي إيه جل سينا كم شيء جوخنا خنا خنيس يوه حدثني خيسة تيجي يا خنا جل راخا سا يا سيلان خنا أنكر أمتي سومنا جو باتس دلقا قاري دا ولي جلسة كيسة خيسة لأنه عمل صالح إن دلقا قاري فرسوم هذه الأيام التسعة تيجي يا سيلان خنا سو سومنا ولا لأن العاشرة هو يوم العيد ولا يسامو ويان كرنا فلا تيجي يا إذا وانتي في سومناني إيه خنا تيجي يا سيلان خنا خيسة تي

ويا غرتي أرفا سن هاد النبي أرفا خلنا بينج ويا جبا سن إيه ويا هجيرا سن ويا سن أكان سومن جبا إلا للحجاجي والرقرطى هاد جي قول الجروف تاتو ملء سومني لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إرجم ربي قال نجى في يوم عرفة ويا عرفة سن سومن ويا سني كيستي أهتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده Waan gartegaa dilii achin duraa, guyyaa isaanii lafa dhaate sunii duraa yookiin bara gartee duraa namarraa dhohisu, obbo Baratti aanuullee bara kanaan boodaallee nama irra dhohisuuf kanaan irra gaaje. Sooman waan jabaatee bakka hin jabaadhaa dilii dabalateefi tabaratti aanuullee rabbee dhaloota namaa kutaa. Kanaaf, kanarra dhaabbanne... قال الإمام نرجب رحمه الله تعالى عالم الإسلام نرجب جاني وقد دلت هذه الأحاديث جاء ايه هذه ايه دوغرتي يعني خبجا خرنز الهجاة خدرا خنرت نمغا جيل شتي ايغا دبتي حديث وكم مال ايه جنان حسن النبي عليه الصلاة والسلام ألا أن العمل في أيام ذي دل الحجة دلغان دلغان ويا خرنز الهجا خدرا خنخيست أحب إلى الله قرر ربتي دلغالين سني أمتي من الأمل في أيام الدنيا دلقالي قل يا دنيا دنيات حفتة خيصة دلقاني من غير استثناء شيء منها قل يا كل خرا قرتي قل يا جالات جرخاني جنة وان دنيا رت قرتي قل دنيا دنيان خلان يا نكا قل يا خرنزو رجا خان خيصة دلقاني يعني رب برات جالة منو مهنجرتو قل يا بران تك كلين كيستي دياتو منجر خراتو كل, خر كل الرام فول ጉያ ብራ ከት ከጣው ይችላል ጉያ ረመዳን አገርቴ ከት ከጣው ይችላል ላ ኸኖ ነብይነ ከነጂ አለይሂ ሰላቱ ወሰለሚ እ ደለጋን ተኩልን ከገርቴ ጉያ ኸነራ ያኒ ደለጋን ጋሪን ደለጋን ከገረ ረብ ጃላ ተሙን ጅርዋኒ ጂኤፍ ተናፉ ኑ dunia raj dunia wan dunia tanarat guya le jada kun e guya wan tayba kaysati wan galata gudda qabdi كان وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده إذا كان رب جالة تماته إرش آل جيش قيالة شوف الرواني جالوف قيان كوني قرتي قيان كورنا ذو ولهذا قالوا ترى ما في إرقما ربي وقال قافتنا كنا جانين يا رسول الله ولا في سبيل الله كرا ربي خيسة دولو لين قيان كورنا خنا خيسة تنكتاو قيان برام مفكيلاف نمني يوخي قرتي جهادا به جناني إيه مال النبي عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله كرر ربي خيسة اللي قبصاون قجا خنتين جئ ثم سسنا جهادا واحدا قبصوت كوكوفا من ربي را خبو فوي هو أفضل الجهاد سن الرجالة وانقرت جهادا يوخي قبص جاموت سن خمي إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجي من ذلك بشيء نمك ملو بهين سنكي فتي لبوساتي في هوريساتي نسكبتي خبه من التنقل انتاتو ملي خنقا إراني جعلا فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في الأشري خني جعل ما يقول يا خرنا خنخيسا يعني يوخي سيلا خنخيسا وان دلقا غاري دلقا نرى توكي جانكو نيجعلا جيتشو نمني يوكو ما بهيان غرطيقا

dalagaalee ak isa dalagan kan haatu gartee irra caalaa jihaada biraarra illee dha. Kanaaf guyyaaleen tuni waan akkaan guyyaa kabajamtu taateef asirratti gariin ulamaa irraa wanni jaan kai furni booda karamadaanaa asitti hin qixxaawu gaa guyyaa خورن زلیجا خدرا خنات خورن رمضان اشرا الاواخر من رمضان خورن بودا خ رمضان قليلة القدر خي سج رسول الله أستين كت نكت عوا مخن ترجع على جانيتي والمدي كبني علماءين جلتا كا إرنا ما خاص ونمني جباته يعني قاري دلقوف يعني أسر كم ترجع على خنا موسني يعني قافي يقول أن علماءين هدورا ومن أحسن من حرر الجواب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نمني وان كناس قرن ذو الجاه خدرا خنافي قرن بودا خرمدانا قال ما خبجا غدا غلطا غدا قباتو خيستي ا خمتو غرتيغا خمتو خمر رجا على جچو خيستي نمني كا وان كلا يبسه توكو شيخ الاسلام تيمياتي تي ايام عشر ذي الحجه غيان غيالين كما نبي نوهمي ا غيالين قرن ذو الجاه خوني أفضل قويا لخنا ترجع على من أيام من أشر من رمضان قويا تاتيتما هل كان الرنجر قويا تاتي قويا غوية... جي أما خيسا سيني قلقل خنا الراسي إني خذوا الحجال آخوني اه خورني ساخدوا راقون أخون غوية... دلقا خيسا دلق قولام جعل ميني قويا لا وقو جنة خنا ترجع على شال ما جي شال خرنا من أيام العشر من رمضان قجالي خرنا خرابودا قرت خرنا رمضان خرابودا سنرا غيامس مس جاء خيس مس إني خنا ترجع على خرجة الجلاء خن خدورة خني قجيا لا لوداني العشر ليالي الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجاج، جو هالكلال لي إيه هالكلال خرنا رمضان خبودا سنيتو

إيه سن كيس في يا كليلة القدريتي أصرت ابن القيم رحمه الله تعالى كجي وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب نمني كرنا ما نمني وابي خُتَكُوْ جيتش شيخ الإسلام تيمي أخنو قال أقلال وجده شافيا كافيا ايه والجال جسو قرتي خرنا رمضان خبوداتي في ايه غوي يا غرتيغا باتي ذو الحجره قرنا ذراخنا والتشتو غيستي وانما غرتيغا فايسو خنا ما جايوتكو هيجي شيخ الاسلام تيميا ماليف فانه ليس من ايام الأمل فيهن أحب الى الله من ايام عشر ذي الحجه غيانتو كل غياتيه غاني دلغان غارين كيس دلغان غرربت تجالته غوي يا خورنا ذو الحجه خنا رهنجر كناف كوني خنا مالف جنة وفيها يوم عرفة ويوم النهر ويوم التربية جي وجا خبزة قدا عرفة فا كيس جرا وجا إذا كيسجرا جرا خناف وجا كلمة سنت خناف ايه وان كانت هيف وجا يولال وجا دنيا راهو وجا نكا وجا خرنا ذل الجا خدرا خنتي شالو يود لجا جارين كيس دلجا جي المنما انجرو خنرا وجا الدنيا تفرى وخنرا شالا هل <سؤال> كيو خلالو <سؤال> تاتي أما ليالي <سؤال> عشر رمضان في ليالي الإحياء التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحييها كلها وفيها ليلة خير من ألف شهر يومه هل كان لالي هل رمضان خر رمضان خبو داسني قام هل كان يتين إساتو جنان لالا الجنان هل كان تكو كان إبادان يو خيغرته غارين كيسة دلغن باتي كمرج آلو تو خيسة جرا يأخم تو كورا خيسة آلو كيسة جرا خنافي فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة والمدّي كبيل آلو ا خرر رمضان خبوداتي في ا زلجا خدرا خنا والمدّي كبني خمت الرجع على خجنو تاتي نمني خنا أجي

قناف ودلغان تيغا هالكانو <سؤال> قاعدو بطمان يعني قويانو قاعدو بطمان لين اللي <سؤال> كناف قناف ولما قلت إبادان كما الشيخ <سؤال> والإسلام جو إبادان هالكاني في قويان استعياب العبادة في جميع اشري ليلاً ونهاراً جو قويان خرنخان خيستي هالكاني في قويان من إبادات دا دا يوغري عبسو بكبيرات ماليه